السنة الثانية على التوالي ان النادي الاهلي بيتقدم بالطلب تنظيم بطولتين الافريقيا لكرة الطائرة رجال وسادات، وبنفوز الحمد لله بيها للسنة الثانية برضو على التوالي. الحمد لله السنة اللي فاتت البطولة خرجت بشكل مشرف وبشكل الحمد لله بشكل يليق فعلا باسم النادي الاهلي وباسم الاتحاد الافريقي والفرق المشاركة. عمل فيها مجهود كبير من زملائنا طبعا محمد الجارحي ومحمد الضماطي، عملوا فيها مجهود محترم جدا، وان شاء الله السنه دي باذن الله احنا برضو متفقين يعني انا ودكتور مهند ان احنا ان شاء الله هنشتغل عليها بالشكل اللي يليق باسم النادي الاهلي. ولان انت في النهايه لما بتيجي تنظم بطوله في النادي الاهلي انت مش هدفك بس ان انت بتنظمها عشان تكسبها، يعني انت كنادي اهلي احنا الحمد لله ندخل في اي بطوله سواء جوه مصر او بره مصر لازم هدفك رقم واحد ولازم هدفك البطوله، لكن احنا تنظيمها هنا بيبقى ليه اسباب كتير غير الحصد البطوله ان شاء الله. يعني بيكون طبعا ان انت تعمل حدث يليق باسم مصر ويليق باسم النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بتعد برضو كوادر اداريه جديده، وده اللي انا اتفقت انا ودكتور مهند عليه ان احنا ان شاء الله في اللجان بتاعتنا اللي شغاله في البطوله هيكون في مكان او اتنين لوجوه جديده ولشباب، بخلاف طبعا التنفيذ اللي على الارض هيكون في التخطيط من البدايه للبطوله برضو شباب، فده اللي يهمنا يعني. ففي اهداف الحمد لله من وراء التنظيم كتير، هو يعني النادي الاهلي ده يمكن الكلام ده بيجيش من فراغ وما بيجيش مجامله للنادي، هو فعلا مقومات النادي وقدرات النادي الاهلي بتسمح له ان هو ينظم اي حدث يعني الحمد لله يعني، والتاريخ بيشهد بكده الاحداث كتير جدا في مختلف الالعاب سواء مستوى كره القدم او الالعاب الجماعيه او الفرديه النادي الاهلي نظمها سواء بطولات محليه قاريه عالميه، فده كله الحمد لله يعني النادي الاهلي قادر على تنظيمه بشكل كبير. فان شاء الله يعني نتمنى البطوله دي تخرج بشكل لائق وناجح، وطبعا الاقتراح بتاع بطوله العالم ده احنا اكيد هيدرس يعني مفيش مشكله مجلس الاداره يدرسه، ولو الموضوع طبعا محل الدراسه ناجحه للنادي يعني ليه لا، احنا يعني متفائلين خير، احنا معنا فرقتين مستواهم كبير ومستواهم الحمد لله محترم يعني سواء الرجال او السيدات، عندهم تيم قوي بقياده اثنين مديرين فنيين على مستوى عالي، فان شاء الله باذن الله يكونوا مناصب النادي.